حياكم الله مشاهدينا ومحطة حوارية جديدة ولقاء يجمعنا على الهواء مباشرة مع كل من الأستاذة منال أحمد الكندري أمينسر جمعية الشفافية الكويتية، وأيضا السيد يوسف سليمان الشعيب رئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية الشفافية الكويتية. حياكم الله، سعيدين جدا بتواجدكم معنا. أهلا فيكم ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة. حياكم الله، أكيد راح نستمر بالحوار معاكم وراح نتطرق إلى العديد من المحاور، لكن من بعد متابعة هذا التقرير. إذن أستاذة منال راح أبدي معاك بالحوار، ونبي تعطينا فكرة ونبذة تعريفية عن تأسيس جمعية الشفافية الكويتية، نبي نتعرف على أهدافها، نبي نتعرف على رسالتها. بالبداية شكرا لكم على هذا اللقاء. بالنسبة حق جمعية الشفافية، هي جمعية تطوعية أهلية غير ربحية. فكرة الجمعية أنا بقولها باختصار، هي كان في تقرير أو دراسة تابعة حق جهة اللي هي جهة تقييم الأداء الحكومي. الدراسة هذه كانت ب 2000، يعني الربع الأخير من 2004. الدراسة هذه كانت نتائجها عن الفساد، أو أن الدراسة كانت تشمل جوانب الفساد في المجتمع، فكانت النتائج يعني مثل ما نقول نتائج الدراسة نتائج الدراسة أشارت إلى أن الفساد متفشي في المجتمع بشكل كبير، عطت معدلات كبيرة. من هذا المنطلق يعني حرص الأشخاص اللي أسسوا الجمعية أن مثلا يكون في جمعية نفع عام أو جهة حكومية تتولى يعني نشر قيم الشفافية والنزاهة ومناهضة الفساد. من هنا جت الفكرة. في 2006 تقريبا أشهرت الجمعية في قرار من مجلس الوزراء شهر 3 اللي هو 29/3/2006 أشهرت الجمعية وطلع مرسوم من مجلس الوزراء، وأيضا يعني صدر في الكويت اليوم أن جمعية الشفافية الكويتية من الجمعيات النفع العام المشهرة واللي تضمن أهداف نشر قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع. جميل. فيها عدة أهداف، يعني أنا ممكن أذكر أبرز الأهداف. أن تحسين مستوى الكويت في المؤشرات الدولية والمحلية، مناهضة الفساد، ويعني إصدار أو يعني مثل ما نقول إن إحنا مثلاً نسن بعض الاقتراحات القوانين أو مشاريع القوانين اللي هي خاصة بمكافحة الفساد، بما أن إحنا الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضمن هذه الاتفاقية في وايد قوانين، فالجمعية تساهم إن هي تعد مشاريع قوانين وتوصلها لنواب الأمة أو مجلس الأمة لمتابعتها وأخذ القرار فيها. حلقة وصل بالضبط. جميل جدا. يمكن أيضا يوسف من الكلام اللي ذكرته سادة منال بأن الجمعية تعزز قيم الشفافية، النزاهة، مناهضة الفساد، ومن هذه الرسالة قامت الجمعية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإعلام. يا ريت نتكلم عن هذا الجانب. هذا البروتوكول يعني احنا عرضناه على وزارة الإعلام، ووزير الإعلام مشكور انه تبنى هذا البروتوكول وقام باعتماده والتوقيع عليه. هذا البروتوكول يخص التعاون ما بين جمعية الشفافية ووزارة الإعلام في تعزيز مفاهيم وقيم الشفافية والنزاهة داخل وزارة الإعلام من خلال عمل ورش ومحاضرات تؤكد هذا الدور الجانب الإعلامي في تعزيز هذه القيم وهذه المفاهيم. جميل. جميل جدا. أستاذة منال، الجمعية تضم العديد من اللجان، ودنا نتكلم ونتعرف على هذه اللجان. طبعا الجمعية فيها عدة لجان أنا راح أذكرها. لجنة تمكين المرأة هي خاصة في مجال المرأة. عندنا لجنة العلاقات العامة اللي زميلي يوسف هو رئيس اللجنة. عندنا لجنة العلاقات الدولية. عندنا لجنة خاصة بالاستشارات والتدريب، هاللي شغالة الحين بالبروتوكولات اللي قاعد نتعامل فيها. يمكن العلاقات العامة والاستشارات والتدريب هي ماخذة الجانب الأكبر في هذا التسويق. أيضا عندنا الحوكمة، لجنة خاصة بالحوكمة. عندنا لجنة خاصة في مؤشر الإصلاح، مؤشر الكويت الشفافية والإصلاح. عندنا مركز الفزعة، من اسمه نتلقى بلاغات فساد أو شبهة فساد ونوصل الشخص اللي قدم هذا البلاغ للجهة، أو نكون حلقة وصل بينه وبين الجهات لحل المشاكل. جميل. جميل جدا. أيضا يمكن نظمت الجمعية جائزة الكويت للشفافية والإصلاح. أي نعم. ودنا نتكلم عن هذه الجائزة.
بعد الاجتماع او الجمعيه العموميه التاسيسيه نعم. كان في وضع يعني الاعضاء حطوا خطه تشغيليه حق الجمعيه ان احنا لازم يكون عندنا اهداف وخطه تشغيليه نمشي على اساسها. صحيح. من ضمن الانشطه هو مؤشر الكويت للشفافيه والاصلاح. المؤشر هذا كان يقيس عده يعني يقيس الجهات العامه مثل الوزارات كلها، فيه ستاندر عالمي يقيس معدلات الفساد في هذه الجهات. الشيء الحلو ان المؤشر هذا خلى الجهات او الجهات الحكوميه تتنافس من الجهه اللي هي تاخذ الجائزه. حلو. انضمت المؤشر هذا انضم له جائزه مؤشر الكويت للشفافيه والاصلاح. كان في رعايه سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر المبارك. طبعا هو من 2008 لغايه 2013. حلو. كان متواصل. 2014 عدينا أيضا مؤشر مدركات الإصلاح للجمعيات التعاونية، يعني صار عندنا مؤشرين، مؤشر الجهات الحكومية أو الجهات العامة ومؤشر للجمعيات التعاونية. كان التنافس وايد، إحنا استمتعنا من خلال الزيارات اللي كانوا بعد النتائج، كانت كل جهة حريصة أن هي تبي المرة الجاية في الجائزة الجاية أن هي تكون بالبداية من الخمسة الأوائل على الأقل. فكنا نقعد معهم يأخذون استشارات، نضيف لهم بعض الأشياء اللي المفروض يعني يسوونها عشان ترتقي في مؤسستك أو في جمعيتك التعاونية. جميل جميل, جميل جدا. أستاذ يوسف، يعني ونا تعرف على الأنشطة والفعاليات اللي تنظمها الجمعية. الجمعية من تأسيسها إلى يومنا هذا في أنشطة سنوية تقام، مثال على ذلك اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي للديمقراطية. نعم. هذه من الأمثلة اللي سنويا نقيمها. هناك أنشطة تقيم الجمعية، أنشطة اجتماعية كالغبقة الرمضانية، هذه سنوية احنا نقيم الغبقة الرمضانية، هذه نحرص فيها التقاء أعضاء الجمعية العمومية مع المجتمع، مع الأشخاص أصحاب القرار سواء بالسلك الدبلوماسي أو السلك الحكومي، فيكون يمعة طيبة وحلوة في هذا الشهر الفضيل. كذلك الجمعية كانت حريصة أنها تشارك في كل الورش العمل اللي تحصل سواء في الكويت أو برا الكويت، من خلال الورش العمل مثل ما قلت أو الندوات اللي تحصل اللي متعلقة في موضوع الشفافية والنزاهة وتأكيد هذا الدور للجمعية داخل المجتمع الكويت. جميل. أيضا في هناك نادي نزاهة صيفي. أي نعم. ودنا نتكلم عن هذا النادي ودوره، أهدافه، رسالته، وشنو اللي يسوي في فترة وفصل الصيف؟ احنا كان عندنا حملة اسمها حملة الشفافية أمان. حلو. كانت الحملة هذه بالتعاون مع وزارة التربية معنية في الشباب، يعني شباب المرحلة الثانوية الـ 11 والثاني عشر. جت الفكرة ان احنا الشباب في وقت الصيف ممكن احنا نستغل الفراغ اللي هم فيه، لكن في شيء جديد. يعني نادي نزاهة من اسمه هو معني بنشر قيم الشفافية والنزاهة، مكافحة الفساد، أهمية دور الإصلاح في المجتمع، شلون الشاب يتعرف على كل هذه المفاهيم ويطبقها في حياته. ما شاء الله الشباب عندهم فكر مستنير في هالعمر، وايد تأثرون في مواقع التواصل الاجتماعي، فالتوجيه مطلوب. فإحنا على يعني بدور جمعية الشفافية حريصين على هالجانب، أن إحنا نشرك الشباب في 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 العمل الإصلاحي. ومثل ما قلت لك الرؤية، إحنا يعني رؤية سمو الأمير الله يحفظه في كويت جديدة، أنه هو يمكن الشباب في كل الجوانب. صحيح. النادي فكرة جديدة يمكن طبقوه دول ثانية، أنه يكون نادي نزاهة معني بهذه الأمور، أول مرة يصير في الكويت. إحنا قاعد نسوق له يعني بطريقة تجذب الشباب، أنه هم ما يكون شيء جامد أنه إحنا مكافحة فساد وشفافية، لا، النادي فيه أنشطة متنوعة. فترة مسائية. حلو. العديد من الشخصيات أو المدربين أو الدكاترة في الجامعة ولهم ما شاء الله الأسماء الكبيرة راح تشارك في هذا النادي. في عدد معين للقبول؟ والله في عدد معين. احنا بما ان النادي تخصصي، يعني احنا الورش حارصين ان احنا الكل يستفيد. ما نبي عدد كبير مجرد انه هو بس نادي وضم شباب، لا، احنا نبي الاستفاده الاكبر. نعم. يعني احنا من 20 25 بالكثير 30. هذا العدد اللي راح يكون ان شاء الله. استاذ يوسف، شنو الهدف من اقامه مثل هذه النوادي الصيفيه بالنسبه حق الشباب؟ يعني انا بس جزئيه بسيطه بكلم على زميلتي استاذه منال في عمليه احنا ليش وصلنا لفكره هذا النادي. يعني من خلال حمله شفافيه امان اللي كانت تديرها الاستاذه منال في مدارس وزاره التربيه، واحنا من هذا الموقع يعني نشكر وزاره التربيه انها تبنت هذه الحمله واسمحت لنا ندخل داخل المدارس ونقدمها.
لمسنا في الشباب ان عندهم هذه القيم وهذه المبادئ، بس محتاج من يصقلهم ويوجههم بالشكل الصحيح على تطبيقها في حياته وفي مجتمعه. نعم. يعني ينتقلهم من الجانب النظري لهذه المفاهيم الى الجانب العملي. بالضبط. فحرصنا في هذا النادي ان تكون اهدافه اول هدف، يعني مثل ما عارفين الصيف شوي العالم تكون عندها فراغ كبير، فحاولنا احنا ان هذا الشباب نسقلهم بهذا الفراغ من خلال هذا وقت الفراغ بشيء يفيدهم في حياتهم. حلو. ايضا من اهداف النادي زرع وتعزيز قيم الشفافيه والنزاهه في الجيل الصاعد. حلو. الجيل الصاعد هذا مهم جدا، لان بعد هذا الجيل هو اللي راح يمسك عماد دفه البلد، فمحتاجين ان يكون اشخاص هذا على هذا الثقل من القيم و تعزيز في مفاهيم الشبابية. ممتاز. أنا ودي يعني أسأل السادة منال، متى من متى لغاية متى راح يكون هذا النادي؟ إن شاء الله من 21/7. حلو. لغاية 8/8 قبل العيد إن شاء الله. والتسجيل ما زال مستمر؟ أي التسجيل بادي تقريبا صار لأسبوع. حلو. وقاعد نتلقى ما شاء الله اتصالات، وأنا أدعو من يعني من برنامجكم كل شاب عنده رقبة أنه هو يلتحق، لا يشوف أن الموضوع جامد. عندنا وايد أنشطة، مثل عندنا رسامين كاريكاتير في هذا جميل. في النادي عندنا مثل ما قلت لك دكاترة مهتمين في من الحقوق عندنا. شلون يتواصل معاكم؟ في أرقام تليفونات وفي مواقع التواصل الاجتماعي حطينا الإعلان. ممتاز. فإن شاء الله يعني يكون على قدر الطموح اللي إحنا نسعى له. والنادي هذا في أيضا يعني لكسر الروتين عملنا زيارات داخل هذا النادي. جميل. في قطاعات حكومية مختصة في هذا المجال مثل هيئة مكافحة الفساد نزاهة. نعم. ديوان المحاسبة. نعم. مجلس الأمة، يعني هذا كله راح تكون زيارات ميدانية للاطلاع على عملهم طريقتهم في عملية. جميل. المراقبة والمحاسبة. نعم. أستاذ يوسف وأستاذ منال كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. يعني أنتوا أكيد يعني محطة حوارية جدا مهمة في برنامجنا. شكرا لكم. شكرا. إذن أعزائي بكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء. شكرا لكم، مع السلامة. في أمان الله.